مرحبا بكم مرة أخرى في الماتينال. يظهر لي وقيد نجيو لغوسي تويكا ونشوفوا شنو محضرة. عسلامة، مرحبا بكم من جديد. توا جات الوقيد لاستيوس بوتي، دونك كيما قلت بكري اليوم باش نعطيكم دو غوسيت. دونك نبداو بالغوسيت الأولى اللي هو الماسك فيزاج إيبيسي. هذا ستا ماسك إكليرسيسون وينحي زادا لي بوان نواغ. دونك شنو باش نستعملوا فيه؟ باش نستعملوا فيه العسل والكركم والحليب. باش ناخذوا مغارفة عسل، شوية كركم باغ كونتخ مش برشا، تنقول لكم علاش، وشوية أحليب. لا خرجنا مع غوسي. لا جميلة من عند أي غوسي. هذا هذايا من الغرائب والعجائب زادة. دونك تبع معايا بالكدا. دونك الكركم علاش باش نستعملوا شوية؟ خاطر الكركم يصبغ على الأخر في البوم ديالنا. دونك هوني جوست شوية هو اللي باش يعطينا أون فيت ليفي نتاع اللي يكون يبيض الوجه، معناتها لو ماسك باش يكون إكليرسيسون. نخلطوهم من بعضهم ونحطوهم على الوجه نتاعنا، وحتى نخليه هكا كيما تشوفوا في التصور، نخليه الماسك حتى اللي يشيح بالكدا. ديجا الكركم باش يولي شايح وتحسوا هكا سايب بدا معناتها بودر هكا. وقتها تغسل وجهك بالماء الدافي، معناتها ماء فاتر شوية مش ماء بارد، خاطر الماء البارد كي باش تغسل بيه وجهك راهو باش يزيد يلصق لك الكركم اللي يقعد يزيد يصفى لك وجهك. دونك علاش لازم شويه بالماء السخون، مش السخون سامحني، الماء الدافي باش ينحي اللون الاصفر نتاع الكركم. راني نعملها ونقعد بقعه يا روسي تلوك نفسك علاش من بكري، خاطر فما شكون يعمل ماسك هذا يقعد وجهه اصفر. فوالا دونك هذاك علاش راهو الكركم لازم شويه، مش تحط مغرفه قهوه، لا تحط على مغرفه شويه. من انذر فقد اعذر. نقعد بقعه. لا لا كيما قالت فاطمه يحطوا هما مغرفه ومن بعد يعملوا يقعدوا به 10 مينوت، وكي نحيوا ويغسلوا وجوههم بالحق يقعد اصفر وما يتنحاش الا معناتها ما تغسل بليزيوغ فوا. دونك هذايا لازمكم تنتبهوا لها الحكايه هذه، وتخليوه اونتخ 10 ا 15 مينوت حتى الليل هو يولي اون بودر. كيما قلت تغسلوا بالماء سخون، وقلت لك على مش اي قلت مش على المغرفه معناتها نتاع قهوه، على طرف المغرفه شويه معناتها اكا هاو، مش معناتها مغرفه كامله. دونك العسل باش تحط مغرفه، الحليب باش تحط شويه، الكركم على شويه. دونك هوني هذا كما قلت انا الماسك باش يبيض الوجه ويعطي بون مين وينحي زاده لي بوان بلون. نتعداو للغوسيت الثانيه ولا ستوس بوتي الثانيه واللي هو هذا الماسك انتي ريد. هوني باش ناخذوا لي ساشي نتاع تي فيغ، لي ساشي نتاع تي انفوزيون، باش نحلوا الساشي ونحيوا معناتها التي اللي في وسطه، باش نخلطوه زاده بالعسل وبشويه قارص ونخلطوه من بعضهم، وباش نعملوا به الماسك. وهذا سا ماسك انتي ريد باغ كونتخ هوني ما نستعملوش في الكونتور دو لوي، خاطر فما السيترون ونعرفوا السيترون ماهوش باهي في الكونتور دو لو. دونك هوني باش نستعملوه على الوجه الكل عجبين، وهوني اما المنطقه اللي حول العين هذيك سي ايفيتي، خاطر فما القرص. وان بلوس هذا ماذا بيك تستعملوا زاده في الليل مش في الصباح، خاطر نعرفوا فما تصير الاكسيداسيون نتاع القرص بالضوء، وهوني نجم بالعكس يعطيك افي خايب، خاطر يعمل بعض لي تاش برون فوالا يكحل. دونك il vaut mieux تعملوا كان في الليل وتخليه انتر زاده 10 ا 15 مينوت حتى الليل. ديجا العسل معناتها هكا يولي شايح، يشرب التاي هذيك، وتغسل وجهك بالماء الفاتر، ومن بعد كالعاده تعمل اللوسيون تونيك اللي ديجا قلت عليها انا المره الاخرى، وتعمل الكريم نتاعك نتاع كريم معناتها الليليه ولا الكريم اللي مسنسه تعمل فيها انت. دونك هذوما لي دو ماسك تستعملوهم مره في الجمعه هكا هاو. دونك ان شاء الله كنت فتكم بالاسيوس بوتي هذايا، وان شاء الله الجمعه الجايه فما اسيوس اخرى. معناتها لي ماسك تخضر يا تصفر. اي تخضر يا تصفر. هاربه جميله. ميرسي روسي. اما نتاع التي ليه ما تصبغش؟ ما تخضر. لا لا كان كركم. ربي. مشكلة عليها الاخضر. ميرسي روسيتا يعطيك الصحة، نمشي ونختموا مع لي شيف. مرحبا بك فاطمة. دونك الحقيقة طاولة تشهي، ما شاء الله الخيرات كل متوفرة، اي سيغتو الكسكسي جماعة ورا لي كاميرا عاملين يستناو في الهجوم. دقت ساعة الزحف. سادة مشاهدين احنا وصلنا لنهاية المشوار معاكم اليوم في برنامج الماتينال والركن المخصص للكوجينة خاصة. شيف فتحية حضرتنا بسكوي شوش وبنين، ما نحكي لكمش، كمل قدم لهم بعد باش نقول لك حوايجك. انا عملت الكريمه شوكولا سمارت شيف باش تمشي مع البسكوي هذا، بسكوي نوازيت، تعرف نوازيت شوكولا تمشي بالقدا مع بعضها وحاجه بنينه. الكريمه هذه كريم باتيسيير سمارت شيف على نص سيتر حليب ولا حليب وكريم كريم فريش، نعملوها شطر شطر تجي بنينه زاده، شويه سكر تعقدوها كريمه مطعمها شوكولاته بنينه حتى مع عجب. بحذاها هي عملتها البسكوي هذايا اللي اسمه الهلال،
على خاطر فورمته كيما الهلال قدينه بسيط برشا شويه بوفريوه ما شاء الله قداش طايح معناها خرق حاجه كميه كبيره شويه فارينا سبيسيال جاتو ورده دوبليش بيكربونات زوز اصفر عظمه وشويه سكر والبسكويت عمل نخدمناه كان باليد معناها لا ماكينه لا ماتريال لا فورما لا حتى شيء معناها شويه فولونتي من شيرتكم انتوما حتى النقشه نتاعو بسكينه نتاع تختين اي ريت حتى النقشه نتاعو سكينه نتاع تختين المهم وقت طيبوه في كوشه سخونه 200 كي يطيب ما تمسوهش خليوه يبرد ما كانش راه ما تنجموش تهزوه خاطر هشوش وقت اللي يبرد يولي فيه تقرمشه ما يدوب يخرج من الكوشه راه ما تنجموش تنحيوه من الطبق خاطر لازم يبرد باش يشد روحو خاطر زبده فيه فوالا خاطر هشوش حطيت فيه ما تنساوش تحطوا سكر فاني خاطر عندي العظم ديما في البسكوي اكثر حاجه تعطي المطعم هي سكر فانيي والا السكر اللي بالزهر فما حاجات يتعملوا بسكر اللي بالزهر حاجه بنينه ياسر يعملوا بها حتى القهوه مع البسكوي هذا تجي بنينه برشا خارق العاده انا نقول لكم هذه كانت برت اليوم اذا كان عندكم اقتراحات ابعثوها لنا على الباج اوفيسيال الماتينال واحنا الكلهم نقراهم وناخذهم بعين الاعتبار فاطمه قالت لي على برشا اقتراحات اليوم جاوها وانا كلهم جي بري نوت وباش نعملهم قدره ربي يعطيك الصحة أنا باش نقترح عليك اقتراح مباشر الساشي بربي عبي لي فيه شوية البسك ولا يهزوه أمانة ردي بالك أنا راجعي لك ذكرتني بعادل يا أيوب كيف؟ ذكرتني بعادل باش أروحي بيها في الكلام دونك مشكورين السادة المشاهدين أختنا فاتن نورتنا الحقيقة حققت إضافة في برنامج الماتينال قاعدة تقدم لنا في أطباق مزيانة اليوم الطبق زمني 100% اخترنا كسكسي ورده المتوسط عملنا به كسكسي بالقديد والخضره تحكي لنا عليه اكثر اختنا فاتن الحصيري. عمل الكسكسي بالقديد والخضره كما قلت لكم قبيله توا سيزون تاع الخضره سلق فريشك الخرشف التري مازال الفول كل شيء معناها طيبناه بال كما وريتكم قبيله وسقيناه واخترت كسكسي ورده المتوسط اليوم على الكسكسي الخضره مش الكسكسي الجيد و... ريحته زاكيه وبنينه يعطيك الصحه والله يعيشك يعيشك وسقيناه ورقدناه واخترنا سليطه اليوم واخترنا سليطه معاه على طريقتي انا سلطه الفجل كيفاش حكيت الحرف القشور الحمر في وسط القارس والملح ورقدتهم شويه في رقدت الفجل في القارس والملح كيما نعملوا الترشي باش يعطونا هاللون هذا باش يعطيو هاللون هذا ومن بعد يعطي مطعم ياسر بنين خارق العاده كي تاكلوا وياسر يمشي مع الكسكسي اللي بالخضره أكيد. وبعد زدت القلب الكلافز وشويه فلفل اكحل وزيت زيت وزيتون وكبا ولا طبق حاضر في رمشة عيد يعطيك الصحة صحة وبالشفاء وان شاء الله اكيد في الحلقة الجاية ثم حاجة جديدة ثم حاجة جديدة سي سور مشكورة اختنا فاتن الحصايري على الوصفات البنينة مشكورة شيف فتحية مرة أخرى أنتم زاد السادة المشاهدين نشكركم ونقول لكم أكثر تفاصيل على الأطباق نتاعنا تلقاوها على صفحة الماتينال بالفرنسية ولا بالعربية على الفيسبوك تدخلوا تعملوا جيم تلقاو كل ما هو جديد في الصفحة نتاعنا أنا نحب نقول لكم زادة على صفحة الفيسبوك كيف كيف في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإلا انستغرام تدخلوا تلقاو الأكاديمي دي شيف تعملوا جيم وتلقاو كل ما هو جديد في لي فورماسيون اكسيليري انا احنا الحقيقه لي فورماسيون دو باز في الكوزين لي جروب معبين ما عادش فما بلايص في الباتيسري مازال كلكو بلاص اخلطوا عليهم باش تضمنوا مستقبل وليداتكم تقريهم الفورماسيون هذه اللي هي ياخذوا فيها ديبلوم تاع عامين قرايه من بعد يتخرجوا واحنا نجيبوا لهم الخدم تاعهم ونحطوهم في احسن المواقع اللي باش يعملوا فيها لي ستاج زاده دونك هذايا الكل في مسؤوليتنا احنا انتم اللي مزروبين وتحبوا تتعلموا الكوجينه في وقت قياسي عندنا فورماسيون اكسيليري اللي هي تسكر محدش ال 25 في الشهر هذايا التسجيل مفتوح من هوني لل 25 ان شاء الله دونك سارعوا باش تلقاو بلايصكم ضمن المتكونين في الاكاديمي دي شيف اللي باش يقراو مده 3 اشهر فما كور دو سوار اللي هو يبدا من 6 لل 9 نتاع الليل وفما كور اخر يبدا من 3 لل 6 نتاع العشيه مع احسن لي شيف نجيبوهم لكم باش يكونوكم في الحلو
والا في المالح تختار حسب رغبتك انت. دونك الاكاديمي دي شيف موجوده في 14 نهج الامام الرصاع مون بليزير تونس، وموجوده زاده على موقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ولا على الانستغرام كيف ما قلت لكم الاكاديمي دي شيف بالفرنسيه. اتصلوا بنا على الرقم 23 06 14 14، هو رقم متاح على ذمتكم باش نجاوبكم على كل تساؤلاتكم. من عندي نقول لكم التاسعة تجمعنا بحول الله، وغدوة في نفس الموعد نقدم لكم برنامج جديد محتوى جديد في برنامجكم اليومي الماتينال. إلى اللقاء. ميرسي بوكو لي شيف. إن شاء الله يا أيوب بعد ما تتملي البلايص نتاع لي باتيسيري نلقاك في الكوجينة، مش من نهارتها ما عادش نلقاك. باهي. حاضر. حاضر. ها؟ هاني كنيتك مبيتة، هاني كشفت قدام العباد سي أيوب. دونك نجيو لقايد إلغو ميرسيمون مع البنات. كالعادة نشكر سادة المشاهدين على المتابعة نتاعكم، ونقول لكم ابعثوا لنا لي ميساج نتاعكم على الباج أوفيسيال الماتينال، على الباج فيسبوك روسي ستايل والباج انستغرام روسي ستايل. نشوفكم غدوة. فاطمة وقت الغوميرسيمون نتاعي أنا ما نجمش ما نشكرش بوتيك سيسترز اللي قاعدة تلبس فيا، اللي تلقاوها في العوينة دخلت حي الواحات، باج فيسبوك بوتيك سيسترز، باج انستغرام فاشن بوتيك سيسترز، هذا كيف كيف صوفيا ميديكال ستور بور لي سوان بور لي جفو اي بور لي مان. ميرسي بوكو البنات يعطيكم الصحة. أنا كيف كيف نحب نشكر سونتر ديستيك باك ستيج تلقاوها في العوينة اللي هو سونتر ديستيك نساء ورجال، ادخل باج فيسبوك باك ستيج تلقاو لي بروموسيون اللي عنده الكل. كيف كيف نشكر البوتيك اللي تلبس فيه اللي هي سي اندام تلقاوها في طريق سكرة، باج فيسبوك سي اندام سكرة. بالنسبة لليكيب تكنيك اليوم نحب نشكر نوتخ ماكيوز ايكوافوز فاطمة بن خليفة. ميرسي بوكو فاطمة على القيافة معناها اللي تعمل لنا فيها، ميرسي فاطمة على المجهودات الكل اللي تخدم فيهم، سيرتو فاطمة هي أول واحدة نلقاوها في بلاتو هي وغسيرة حتى غسيل جيبك. دونك مشكورة فاطمة على الخدمة اللي تخدم فيها الكل. نشكر الكيب لإعداد زميلتنا مونيا الحرزي، مشكورات البنات، مشكورات لي شيف خاصة مدام فاتن الحصيري اللي هي كل مرة تعطينا حاجة جديدة وتقليدية في كوزينتنا التونسية. ميرسي جمهورنا العزيز داخل وخارج تونس، ملتقانا إن شاء الله غدوة بسلامة.